ما نقدم على الله العظيم. نحن نعلم أننا مهما أتينا، مهما كان لدينا من إمكانيات، مهما قدمنا للرحمين، فلن نوفي للرحمين كما حقكم تجاهنا وتجاه مسؤولياتنا. بقيت أيضا مسؤولية أخرى أخاطب بها كل الذين يريدون أن يعملوا بالعمل النقابي في المؤمنين. العمل النقابي ليس اختطاف، وليس اغتصاب، وليس تشويه، وليس تعريض. العمل النقابي شرف ومسؤولية لمن يتولى هذا الشرف وهذه المسؤولية. أنا أدعو كل الفرقاء، أدعو كل المختلفين عن نقابة المحامين العامة والفرعية أن يساهموا معها في الدفاع عنها وعن حقوقها تجاه من يريد أن يعتدي نقابة المحامين ومن يريد أن يعتدي على نقابة المحامين. أدعو إلى وحدة الصف ووحدة الاصطفاف والعلو والتعالي والكبر والتكبر والعلو والشموخ عن الخصومات المتدنيه التي لا يجوز ان نقع فيها، التي لا يجوز ان نرسل، التي لا يجوز ان تاخذنا الى محطات لا نريدها، لا نريدها. وايضا اريد ان اثبت قيمه قادمه، وانا اعلم موقفكم مصباحا منها. لا نقبل تحت اي ظرف من الظروف في صفحات التواصل الاجتماعي المساس بالاعراض ولا بالشرف ولا بسمعة المحامين والمحاميات ولا بفرش القول ولا باللفظ. لن تسمح نقابة المحامين أن تمرر محاميا يمارس هذا الفحش أو يتعرض لمحامية في شرفها على أرضها أو لمحامي في شرفه وفي أرضه. فالمحاماة هي الشرف والمحاماة هي العزة والمحاماة هي الكرامة. مش ممكن نتخلى بعد كل هذا الفحش نترك من يريد ان يسيء المحامين ومن يريد ان يشوه المحامين دون ان تكون هناك مسؤوليه حقيقيه تجاهه طبقا للقانون وطبقا لقواعد التأهيل، باعتبار ان هذه المسؤوليه المحاماه كما ذكرت في بدايه كلمتي معكم، كما تعلمناها في هذا الحوار وادب الخصومه، انت عندما تطعن على حكم لا تسب القاضي ولا تشتم القاضي، وانما تنتقد الحكم بالالفاظ القانونيه المحترمه التي ترفعك الى مصاف المحترمين الذين يخاطبون وتتخاطبون معهم. هي دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للناس، عايزين نوصل لابنائنا وانتم والشكر الموجودين وزملائنا الموجودين امامكم واولى المال اللي جايين يشاهدوا التكريم، شوفهم ان المحاماه هي احترام النفس، احترام النفس. انت مش ملزم، وانا دايما اقول ان الاحترام قيمه كليه، قيمه غير قابله للتجزئه. ما ينفعش تقول انا هحترم القاضي لانه قاضي، واحترم اللواء لانه لواء، وما احترمش من هو اقل. الاحترام الحقيقي هو ان تحترم نفسك، وان تحترم اصغر مسؤول قبل ان تحترم اكبر مسؤول. هي دي القيمه، والا تبقى منافق، والا تبقى مرائي. والمحاماه لا تعرف الدفاع ولا تعرف الرياء. المحاماه شرف، والمحاماه خصومه شريفه نزيهه ترفع من شان الناس وترفع من شان المحامين وترفع ايضا من شان المتخصصين وصولا للحق ووصولا للعدل. هي دي مسؤوليتكم، هي دي رسالتكم، الان الوطن